اسمه ايه ده؟ اسمه ابريه. ده بتشربوه امتى؟ في رمضان. ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن ايه؟ وادي ذرة نطحنوه في الطاحون وبعد كده نخمروه اسبوع او خمس ايام ست ايام وبعد كده بيتعمل في الدوكة. ايه الدوكة دي؟ الدوكة البتاعة دي في ال في الدوكة ونحط في البوتاجاز في الاول بيعملوا في النار في الخشب والبتاع ده المشروب الرسمي في رمضان. ومعاه برضو عصير فراولة جوافة دي لازم يتعمل الله يكبر صوب دي منه لازم الاساسي ده ندوق بقى. طب وليه ده بتقدموه في الافراح كمان؟ لا 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 بتقدموا ايه في الافراح؟ شربات. شربات ايه؟ شربات او عصير ليمون او عصير فراولة او صوبيا. صوبيا بحب القصب. عندكم قصب؟ عصير قصب؟ لا لا مش العصارة. دي اسمه ايه تاني؟ ابري. اتفضل. ايه رايك فيه؟ حلو قوي. جميل. ده بيتاكل. امال ايه؟ ما لازم. لا بيتاكل وبيتشرب. معلش بقى. ده عليه ليمون ها؟ ليمون. عشان هم يتاكدوا من ال كرم زياده. احنا هنا عند بيت الكرم كله.